مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مشروب جدا صحي وبيمنع العطش برمضان. عنا كوب حليب، موزة، ملعقتين صغار من الشوفان، 3 حبات تمر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الحليب بالخلاط. بسم الله، نخلطهم مع بعض. انتهينا من الخلط، نحطهم بالكباية، وكتير صحي ينشرب على السحور. هذا المشروب الصحي اللي بيمنع العطش بس نتناوله عند السحور. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.